الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وعن كل أحجرني أن حيابا واجبيا كفارة أدو سمعي وقفكي صومنا وأنا هلا الرنبا ينري أرنكا سوى وطعيقا موا قلمدا qalmadaasi waxay kafaaro waajibinaysaa haddii ay dhacdo maalin Ramadaan, qofkaasina uu si kasa u sameeyey ee ilaw aanu u geyn, cidina aanay ku khasbin, xaaraannimadeedana qofku qof garanaya u yahay, oo jaahilkii jaahliga lagu cudur daarayaanu ahayn. sidaasoo kale sida uu sheegay filfarji waa inuu dhaco qubul iyo duburku doonaya ha noqdo mid bani aadam iyo mid xayawaan, mid nool iyo mid dhintay, intu waa isku mid. qofka sameeyeyna waa inuu yahay qof soomku ku waajibay oo mukallafun bisawmi, haddaanu soomba qofka ku waajibin sa qofkii yaraa inqaan gaadhin, hadduu isagoo sooman arrinkaas sameeyey kafaaro lagu yeelan maayo. ونوى من الليل وين يهي قفك صوم كوا جبار كاس سميي قفها بين نمدي النيودي صوم كالنيودي دانوا بين نمدي نيون صوم كا وابو بريي سقو اسكاف حران اندباتنا والسميي قل مداس كفارة لغم الله وايو صوم كيس الصوراني مقالعام الصومي لكن مر هذا النية وكما قنت هاي حقيقة الصوم كميشة ما تشوفت وهو آثم بهذا الوطء لأجل الصوم قال ماذا سوائنا يتهايقف كميد وكدن بابي سببت وكدن بابينا ما هاينا يتهايق قال ما السلام بحاران كاهد سيزينا دي إواق قال ما مركوري حلال وهايد وصوم كونو كحاران تمي لكن هذه هي قلمات تهي من قفك الصوما هدو السميان وكدن بابا هين سيدة دبا وسيدة قفك تصالحان دي أرنكا كوا أفريبا وحنو صدي مسافر وي مركو روو الصومنا التنوح اللي يستين وأرنكا كوا أفريبا هي ترخص بهذا الشيء وطئقا إنو كرخ سقاطه أيو نيست كاسو كمدن بابا يبا واي مدبا حنو سنة يي مسافرها وزينيست هو كدن بابا يبا لكن لأجل الصوم كدن بابا ما يوحاسين وزينيا وقيد بو كدن بابا يبا إلا دي حاس كيسيا ما دونتي سياهان لهايد وحنون كا إيا سفر كا ونيسن لها إنو صوم كي أرن كان كغر رخصة يستو حنون كا إيا سفر كا أوجي يعني كمدن بابين أرن كان فعليه القضاء والكفارة تقلى كوا تشبي ولي لمال ربضان أي صوم كي سي تشبي عذر دار لان كفارة نوا كوا تشبي سا كفارة نوا الكفارة العظمى ودي كفارة لإرادة توين با كفارة دي تشير لإرادة تيار يدا فيديا لإرادة تان عتق الرقبة يو حيباس يعني كتشيرين يصوم كفراء بدن إيه الدوماء فراء بدن وحلسين إيه يدا لفت يدنا كفارة مرقا غير كدوا لنوا من أركي دونا با وإنه جو سعطا يدو تيار كفارة اللي يدا لكي فيديا لقور الله كفارة دوا محيو عتق رقبة المؤمنة بف الدونا ومؤمنة وين حرائيهم وليبا سليمة من العيوب المضرة بالعمل والكسب سواء شرد أدون كستو حرين دي سلواتي شرد بوطف إنو كم رأي هاي إيمها شقادة كور استاقية طبع شدة فإن لم يجدها فصيام شهرين متتابعين دون كسفدا لأدان وهلين لبب الوضع حرير وبلاها بش الله إيقا ضيح الله إيقا
وينو الصومه هذو مركب بيل أول كيت كبيل عبده صدق بيلات برمانية هذو ده حيل ذا كبيل عبنا بيش أكل دمان شان يتمان عشوك سوكار شان يتمان عشوك سوميه كدي بنا تلوات بسوميه إيه تصدحات انتي واحد داي مركا تاوريك باقي قاعدنا واكو دارين فإلما يستطع سومهما هو سومي كرواي لباب بلوضو حريرا أصلا با ما باقو دبا أما ما الشقاء يعنباتو انتي الله برتيك بحسن با سومي كسو قاريس إطعام 60 مسكين اللحظة المسكينين وقودية أما فقير فقير يا مسكين واحد كسو على قناي كتاب الزكاة لكل مسكين مد مسكين كستا مد بالصينة يا مد راشينة مد كاوحى الشرد وينو ياهي طعام كي امر راشين كي سكا سكات الفدر كبحي وقوت الغالب كي وحقودة غالب نواه مما يجز في صدقة الفطر وكايري فإن عجز عن الجميع عضبا صدح منا وأودي ويا دور حرية أو بلاد حيرة وصامة لحد المسكينين وحسين استقرت الكفارة في ذمته كفارة دي دمدي سيكسق ميصا بمعنى الدين أهان أي الله قوي يا لنا يا وين روح كوب حي وعيك كده عميس إذا قدر الدعاء وضو بعد ذلك كرسلان تدبدت ذلك دو عجزي سون غرس من عجز عن الجميع إذا سون غرس على خصلة وأودو غضب من خصال الكفارة كمدا أيوة أودي ميدون بو أودي صدق لي وميدون أودي ميد قرن بو أودي لا بدي كلمة أودو كاسومكو كفارة قدرية فعلها دو صدق لي بودا أودنا ترتيبته إلى علينا عتق الرقبة مؤمنة يا أوه رئيسة صيام شهرين متابعين بكو حكتة طعام 60 مسكينا ومسكين كستمد أولي بكو حكتة ملكا واحد السويدين كرا ننكي أرن كاسو وكدعي رسولك عليه الصلاة والسلام ويمي رسولك عليه حديث كلا بخاري مسلم أوريي من حديث أبي هريرة رسولك ويدي أدوان محورين كرتا مايا الله بلو حير مسومي كرتا مايا لحد المسكين واحد سيسمى هيسام مايا كذب رسولك عليه الصلاة والسلام سكاك فريست رسولك واحد الله كياني سنبيلة مثل لدوين والتمرة شان يطبان ساعي كتيران مرقى رسولك عليه الصلاة والسلام يحر خذ هذا وتصدق به تمر تنقاض أو أنا كفارة دي سكبح كاسورة على أفقر منا يا رسول الله وينقص القضايا استمعي أنا نقف فقير صن والله ما بين لابتيها أهل بيت رحوج أفقر منا قال لها مدينة لابد هذا الشيء المدو خير أن نقف فقير صني ما تشو قبول صار رسولك آد وقص لي عقول اذهب فأطعمه أهلك قادو أردو رير كاقسي مركا نبي كمو أران مركا أدهر دور راشين هشو أما أدوان الحريسو أما أدسومي كرتو كفارة الدين هم بالغو قولي يهي إسكت قدمو أران حا مركا تالغو حليني علماء قاروحي رادين تمرتن ورسول كسي ولي رير كاقسي يا بك كفارة دي سي هاي با وقف كواي كفارة دي سي سقو معوني كرا علينا دو سقو بحية مايا لكن هدي عدي كب بحصة سن رسولك عليه الصلاة والسلام نكن تمر توسي كويل سين يا فقيرة مسكين وياي مركا وعوني كرا سواء قول العلماء قارنا واحد لين مايا وفك كفارة دي سيكوها تبتي ساقوها اسكبحي اما عدك لها كبحي سيه
isagu haduu isticmaalo ka gudmi mayso. Nebigu calayhi salaatu wasalaam timirtan sadaqa ahaan buu siiyey, wuxuu odhan waayey hadhow marka aad awoodo kafaaradii iska gudna, lianna taakhiir albayaan can waqti alkhitaab ilaa waqti alxaaja wa jaa'is, caddaynta masalada xukunkeeda la caddaynayo marka loo baahan yahay lagama dibdhigi karo. Laakiin marka aanay baahideedii taagnayn waa la dibdhigi karaayo waqtiga baahida loo dibdhigi karaa. Taakhiru lbayaani can waqti alkhitaab ilaa waqti alxaaja wa jaa'is, taakhiru lbayaani can waqti alxaajati gayru jaa'is. Marka ninkani hadda wuxuu ku bixiyaba haddaanu hayn xukumka waqtigii loo sheegi lahaa lamaba gaadhin, markuu xelo ee xaajadii imanaysaa markaasaa loo sheegaya bay yidhahdeen. Marka haddii la dhahdo ka warrama qofku haddaanu sakaatulfitr wuxuu ku bixiyaanu haysan soota ka dhacda, deen ahaan baa lagugu yeelanayaabaa la dhahdaa maya. Waxay leeyihiin daabid bay halkan sheegaan shaaficiyadu, xoolaha qofka ku waajibay ee faqriga kaga dhacaya iyo kuwa aan faqriga kaga dhacahayn daabid bay ku kala saaraan. Waxay yidhaahdaan xuquuq ullaahi tacaala almaaliya ida cajiza shakhsu canha, xuquuqda xagga xoolaha ee ilaahay addoonka uu ku leeyahay, hadduu addoonku kari waayo xaqaa xagga maalka ay ku waajibay hadduu kari waayo, fain kaanat bisababin minhu, haddii maalkaasi sabab xaggiisa ka timi uu ugu waajibay, istaqarat fii dhimmatihi, dumaddiisay saarnaanaysaa deyn ahaan baa loogu yeelanaya. Wasaakanoo kalade isaga arrinkan kafaarada waajibiyey sameeyey soo ma? Marka hadduu kafaarada iska bixin kari waayo deen ahaan baa loogu yeelnay bay dhahdeen. Kafaaratu dhihaari iyo kafaaratu ljimac fi nahaari ramadaan iyo kafaaratu lqatli iyo kafaaratu lyamiini waxaas oo dhan baa soo gelaya. Hadduu markaa iska bixin kari waayo deen ahaan baa loogu yeelanaya, ila sababtiisay ku timiyeen. Wain lam takun bisababin minhu, wuxuu isagu sameeyey maalkan uguma waajibin ka zakaat alfitr lam tastaqira fi dhimmati, wuxuu isagu sameeyey iyo khalad uu galay maalkan uguma waajibin, mana bixin karo ma awoodo deyn ahaan loogu yeelmay, saas kaga dhacaya zakaatulfitrido kale. Imika qofkani khalad uu galay oo dee zakaatulfitrida ku waajibiyey ma jiro, waa xaq maali oo ilaahay bilow ahaan ugu waajibiyey soo ma? Hadduu awoodi waayo la odhan maayo zakaatulfitrida deyn bay kugu haaraysaayo, markaad awoodabaad iska bixinaysa. Kalabaasay u kala saareen. Wuxuu yidhi musanifku raximahullahu tacaala, waman maata qofka dhinta wa calayhi siyaamun, wa xaal calayhi siyaamun, iyadoo soom lagu leeyahay, soomkaasi oo faa'itun ay waqtuhu, yacni waqtigiisi uu ka tegay isagoon soomin buu waqtigiisi dhaafa, soomkaasi oo min ramadaana, soomkii ramadaan ka mid ah, bicudrin cudurdaar sababtii soomkaasoo kaga tegey ee bisaabi cudrin sida xanuun oo kale, wadaalika man aftara wa samid afuray fiihi ramadaan dhexdeeda limaradin xanuun ogii afuray, walam yatamakan ama kansan min qadaa'ihi soomkaa cudurdaarka awgii uu uga tegey qallihiisa ma makansan oo uma suurto gelin inuu qalleeya, oo maxaa u diiday biyaan istamara, waa sida inuu sii jiro oo kale maraduu xanuunkiisii xataa maata ilaa uu dhintay, xanuunkii uu daraaddii waa furay ayaa sii hayay ilaa uu dhintayba, waqti uu qalleeyo qalla u suurto galayba ma soo marin. Walaa ithma wax dembi caley dushiisa ma ahaanin fii hada alfaaiti, ee bisababi hada alfaaiti soomkaa ka tegay sababti, walaa tadaaruka wax ka daba tagiina dushiisa ma ahaanin, soomka uu kaga daba tago bilfidyati inuu fidye bixiyo ama bilqadaade ama qalleh. Wain faata soomka qofka hadduu ka tago bikayri cudri cudurdaarlaan, wamaata uu dhinto qabla tamakuni, inta aanu makansan min qadaa'i qallihiisa, utcima can waxaa laga quudinayaa ee akhraja waa saarayaa alweliyu,
qofkii qaraabada in cali lmayiti meydkii wuxuu ka bixinayaa min tarikatii soo ka bixinaya dhaxalku ka tegey likulli yoomin maalin kastoo waa furay daraaddii likulli yoomin maalin kaste daraaddii maalinkaasoo faata uu ka tegay sawmuhu soomkiisu faatahu sawmuhu mudda tacaamin mud raashina waay. Halkan wuxuu ka warramayaa qofkii dhintay iyada oo soom lagu leeyahay. Marka musannifku Abu Shujaac, man mata calayhi siyaamun min ramadaana ucima canhu likulli yawmin muddun ucima canhu likulli yawmin mudda tacaamin ama ucima canhu likulli yawmin muddun, saasuu isagu yidhi. Ibnu lqaasim markuu sharaxay waxaa la odhan karaa sharaxiisu tacqiid buu faaiidayey oo suura aanu sheegin ba Abu Shujaac ayuu meesha keenay oo uu soo hormariyey weliba uu horsheegay. Kuwii Abu Shujaac marka uu ishaaray cumuuman ku ishaarayna xagga dambe ayuu mariyey, qaarkoodna mama sheeginba. Marka qofka dhintay iyadoo soom lagu leeyahay xaaladu yeelanaya inuu soomkaasi cudurdaar awgii uga tegey waa xaalad, laba inuu soomkaasi cudurdaar la-aan kaga tegeyna waa xaalad, inuu qalla u suurto galay intuu noolaa waa xaalad, inaanu qallaba u suurto gelinna waa xaalad. Marka afartaa xaalood buu yeelanaya. Saddex xaaladood soomka in laga bixiyo kafaaro ayaa waajibaysa ama laga soomo saynu arki doono soomkuna soo socday. Xaaladda koowaad ay waajibayso in kafaaro laga bixiyo, fidye in laga bixiyo, waa hadduu bigayri cudurin uu marka hore soomka uga tegey cudurdaar la-aan, maalin ramadaan buu ogaan isagaa furay cudurdaar la-aan, qallaba uma suurto gelinba ilaa uu dhintay. Mar hadduu cudur daarlaan soomka uga tegey qallaba yaan u suurto gelin, la fidyadii waa lagu yeelanaya. Taa halkaa inoogu tiiri. Ta labaad, cudur daarlaan buu soomkii uga tegey, qallana wuu suurto galay haddana ma qallayn, tii hore waa kasii darantay sooma, waa lagu yeelanaya. Suurada saddexaad ee lagu yeelanaya waxa weeye soomka cudurdaar awgii buu uga tegey, safar awgii ama xanuun awgii ama gabadhii oo dee xaaladihii ku jirta xaydkiiyo nifaaskiiyo. Laakiin soomka qofkaasi inuu qallayaba u suurto gashay geerida horti, mana qallayn, fidyadu way ku waajibaysa. Soo saddex suura mahaysa. Suurada afraadna waxay noqonaysaa cudurdaar awgii buu soomka uga tegey, qallana uma suurto gelin. Tusaalaan xanuunkii u afuray oo sidii u hayu dhintay, waxba laguma lahaa qofka. In laga soomo iyo in fidye laga bixiyo midna laguma lahaa. Afarta suuro waa kuwa ay la socotaan. Abu Shujaac markaa saddex suuro ayuu cumuumka hadalkiisa soo geliyey markuu yidhi waman maata wacalayhi siyaamun faa'itun min ramadaana aw calayhi siyaamun min ramadaana ucima canhu. Islaam odhan saddexda suura ee itcaamku waajibayaba de hadalka Abu Shujaac way ku jiraan. Markuu cudur daar la-aan soomka uga tegey qallanaan u suurto gelin, markuu cudur daar la-aan uga tegey ee qalla u suurto galaanu qallayn, markuu cudur daar awgii uga tegey ee qalla u suurto galay ee aanu qallayn. Ibnulqaasim waxay ahayd uun suurada afraad uunu inuu haleeshiiyo, suurada afraad oo xaalada aan itcaamku waajibayna. Suurada afraad itcaamku aan waajibayn waa tee cudurdaar awgii buu soomka uga tegey, xanuun, safar iyo waxaa lamidka, qallana umuu suurto gelin. Oo tusaale ahaan xanuun awgii buu afuray, xanuunkii weli haya ayuu dhintay, ama ramadaan dhexdeedii buu qofku dhintay, miyuu qalla u suurto gelaya qofka ramadaan dhexdeeda dhintay?
qofba 15 maalmood oo rabdaan loolu ku soo gaaday xanuun baa hayay, ma soomin 15-kaas rabdaan dhexeeda buu dhintay. Miyuu qalla u suurtagalay? Rabdaan baaba weli taagani, waxba laguma leh. In laga sooma iyo in wax laga bixiyo midna waajibi mayso. Waaye waa cudurdaara ugiibu soomka uga tegay qallana uma suurtagelin. Wasaas afartaa suura marka. Markaa mujtaac isagu saad arkayso hadalkii ibnulqaasim waxaan u jeedaa ibnulqaasim hadalkii abu shujaac ee saddexda suura ee itcaamka ama soomka uu waajibayo ay soo isgeli lahaayeen ayuu wuxuu ku fasiray maxay suuradii aan itcaamku waajib ahayn oo kaa yidhi min ramadaani bicudrin kaman aftara fihi limaradin walam yatamakan min qadaa'ihi. Waa suuradii afraad hadalka abu shujaac aan kuba jirinba hadalka abu shujaac tafsiir uga dhigay. يعني استمر مرضه حتى مات فلا إثم عليه في هذا الفائت ولا تدارك بالفدية ولا القضاء حول قم الله قف قص. وإن فات بغير عذر أدو صامك عذر دار لأنك قطقه ومات وانت قبلت ما كون إنتان وما كان سم من قضائي تعيم عنه أنا أدو عذر دار لأنك قطقه شرد ما هاين وانت صغر ما كان سم غلاه مرة دو عذر دار لأنك قطقه صامك isagoo weli aan qallayn oo dhintay qallaha u suurta galamay aan u suurta gelinay fidyadii waa lagu leeyahay ama in laga soobo oo wax qofka dumadiisa saaran weeye. Suurada kale ee hadalka mushjaac soo gelaysa saddexaad aanu sheegina waa tee waa aftara licudrin watamakana min alqadaa wamaata huwa lam yaqdi cudurdaar awgiibu waa furay inuu qallayo way u suurta gashay. Tusaale ahaan xanuun awgiibu waa furay rabadaan ama maalmo ka mid a maalmo u caafimaad qabay oo uu qallayn karay baa soo maray manu qallayn. Soomkaasi waa soom lagu leeyahy weye, waa in fidya laga bixiyo amabase laga sooma seynu arki doono. Cidda markaa ka bixinaysa raashinka saddexdaa suura aanu nidhi fidya ku waajibaysa waa alweliyu buri akhrij alweliyu. Alweliyu waxaa looga jeeda alqariib qofkii qaraabada yihiin. Shardina maaha inuu yahay asxaabul furuud ama casaba inuu yahay, midna shardi maaha. Qof aan dhaxalin baa duu doonayaa noqdo, sida tusaale ahaan dee awowgii hooye iyo abtigii iyo kuwaasi maba dhaxlaan, dee dawil arxaan baa la dhala, kuwa qaraabo marka way ka bixin karaan. Halkuu ka bixinaya min tarikatii buu ka bixinaya buu. Haddii qofku dhaxalkii uu ka tegay laga bixinayo, shardi maa ka bixinaya inuu qaraabadiisa ka mid yihi, bal waxaa bixin karaa qof aan qaraabadiisa ka mid ahayn, bal waxaa xoolihiisa ka bixin karaa qof aan qaraabadiisaba ka mid ahayn oo qaraabadiisina aanay u idmin. Waxay la mid tahay un dee deymaha qofka lagu leeyahay, deyntana niyo looma shardiyo. Turuugta ayay ka mid tahay waxyaabaha qaacidada almurubiqa sida laga soo reeba ayay ka mid tahay istitnaadkeeda. Qofka haddii deyn lagu lahaa oo qof uu dhintayba oo qof uu ka bixiyo qofkaasi ciddu doonay baa noqday, deynta way ka dhacaysaa. Haddii deyn lagu lahaa uu nool yahay isagoon ogeynba qof deynta uu ka bixiyo, deyntaas way ka dhacaysaa. Oo qofku deynta bixinteeda inuu niyoodaa shardi maaha, in xoolahaasi qofkii lahaa u noqdaan ayuubaa shardiya. Tayib, maalin kasta markaa oo soomkiisa uu ka tegay maxaa lagu leeyahay? Mudda tacaamin, mud raashina baa lagu leeyahay oo leh sifadii raashinka zakaatulfidrida ku baxaya, quutu qaalibi baladihi waa inuu noqdo. Wa huwa mudkaasi ritlun wa rodol wa thuluthun iyo rodol saddex meelood loo dhigay meel ahaan bilbaqdaadiyi. Rodolka baqdaadiga marka lagu qiyaaso wasan xagga miisaanka, wa huwa mudku bilkayli miiska marka lagu qiyaasana nisfu qadaxin koob barhkii weeye koobkaasi oo misriyin koobka masara nagu wadde waxay odhan jireen soo maaha combo, mudku waa combo. Markaa saac wuxuu noqonaya afar combo oo kuwii dadkeen odhan jiray, lakiin dee koombada wax meel fadhiya maaha. Mar koombo yar baa waqti la isticmaalaa, mar mid weyn, mid ballaadhan, mid dhuuban. Mudku waa labada sacaba oo dhexdhexaad oo laysu geeyey muggood weeye oo raashira.
هي مود لا يرادة. وما ذكر وحو الشيغاء المصنف ومصنفك وما حيا مش جامع الشيغاء أفكا الصوم كوة تبيل قول لها دنتي الراشنو لغا بحينا يا صوما إن لغا الصوم يمشيغ هو وحاو الشيغاء القول قول كوية شافعي الجديد الدنبي شافعي بها مسألة لبا قول كله قول وحو رانا يا يطعم عنه ولا يصام عنه راشنون بالغا بحين كرا لغا مسوا بكرا قولو حورنا يا بجواز الأمرين إن راشن لغا بحيو وفكا صوم كلا دنتاي إيا إن لغا صوم لبدو ويبناين مركا قديم كا صدا أورانا يا لبدو ويبناين قول كشافعي أوري كدام رم حورنا يا راشن كا يوم بابنان إن لغا بحيو والقديمنا يقول وحورنا لا يتعين سيقار أواتشو ما يالي طعام إن راشن لغا بحيو بل يجوز واحد بنا للولي قفك قرابته وحاو بنا أيضا أي سمعة من كصوم أي بنا بل إسكدا يصن والله السنة له كي قرابته ذلك الرنكاس إنه كصوم والله السنة يابا كما في الشرح المهذب ساكو قرن شرح المهذب كو مجموعة هو صوب صواب يصحن وكل شيء جاي في الروضة روضة طالبينك والصواب ده هو تسويبي يصحب صواب وكل شيء في الروضة الجزمة جزمين تلا جزمية بالقديمي الرأس صحد وماذا بك قديم كان مركا جديد كن سقو حلي الرشين وبلغ بحنايا ومحو كدي دين لقى الصوم وحلي ده صوم كوا عبادة بدنية أو عبادة بدنية مردو وياهي عبادة بدنية مركا لا تدخل النيابة في الحياة أفكوا أنتم نول يا النيابة ما جشوا الله إسكما قبته، فكذلك بعد الموت مركو دينتنا ساس وكله، أرديت عبادة بدنية ومحض يا، تركون الصمايو برحت رصاص صلاة ديو، صوم كيو، اعتكاف كيو، قف نقف كما صمين كرم، عبادات كمالية جاء حق حولها، أما حوله هي تري سوتش شرة، أيو قف قف كصمين كرا، الحياة وبعد الموت. بالشروط سياسي قديم كنا وحول ليه هاي ما هي حديث باكو صار ولا يقف كي اللي قسوه بكرم والنبي عليه الصلاة والسلام وحولي من مات وعليه صيام صام عن وليه قف كرد انتيد والصوم اللي قل ليه قف كي قرابة يهين باك السومية بخاري مسلم باوري عن عائشة ولهذا الله صعب هذا لدى الشافعي وحي ماها قرآننا ما حديثنا ماها شافعين وحو قدر دارمي هذا الكيسة هذه الأركو حديث كي خلافي إن هذا الكيسة لطورو حديث كي نبقى لقاته ولهذا علماء الشافعية أقواش شافعية قديم كايدة وكبن قضي أي مرر قائر كوت صحان قول كي شافعية دنبية جديد كهانو يكتغان بلا صام هذا صواب بلا صار طوحة كم يدا صالحان إن قديم كو دليل كوافق سي جديد كو دليل كخلاف سي مركب مسألة أنا كم يدا قول كشافعية قديم كاي دليل كوافق سي من مات عليه صيام صامعا وليه ولهذا وحي ليهين مذهب كو وقديم ك وحي مذهب شافعي هل كل شيء كرا ماها محي جديد كماها لموافقة القديم للحديث الصوم كا وعباده قف قف وكا قبان كرا قرب رسول كوتم رسول ترين إن أمي ماتت عليها صوم ندري ويدي بعد ما تيدو الصوم ندري وقوليه فصوم عنها ما كصوما قال صومي عن أمك ويدي كصوم للنبي عليه الصلاة والسلام قال كاولي بل يجوس للولي ولي قشر دماء قرا قفك قرابة داهين وفاني حب السوائن باك صومي كرا لكن وإن كي قرابة داهين وفصح كايز أما بس وإن ميتك وفصح كهيستو وروان وان حنوصنا يا صوم نوال يقول لي يا هاي بلا عذر دار لان عذر دار لان أن كتغي هبلو إغصن أيولي ميدان قرابي سوى كم ميدان كسوم كراكاس لكن يدو ميت كيان وقف كان إذن كهيسان ميت كقف كي قرابة هاينا هاينا إذن كهيسان
هدو كسو ما صوم كاسي كقودي ماي فتاس اللي سامع عن ولي يبور النبي عليه الصلاة والسلام عيد ولي كسو ما يسامو أوراني وفي قرابة ده هاين بكسو ما يبور مركا وحو يري إنو كسو ما إني بنان تا يقول ما بلوا السنة وفر الكما هدي هدين رانو وفي صوم لرد انتي قرابة دي سواجب كتيني كسو ما معنى يدو محونا قرية دي كسو ما وين يقى الدنبابية لما فعل عدك لصميسين يكون دنبابي ينسوك إلى أيدي ولا تزير وزيرة وزر أخرى ولهذا وين لدينا كصوم من واسنون اللي يجي الصوم كان لقوم الله عيني السقع لقول الله عيني والشيخ بوري قفك دادا يو العدوز كيادك أقبوبي يو المريض كيحن وسنيي الذي كاسو لا يرجع على الرجين برو بكس شريس إن عجز هدو تالي وايو كل المدك الصومين ويا كميد عن الصوم الصوم كيو كعجزيو كري وايو افطر ورتو اسكاف ريا ويطعموا وان وقودنا يا عن كل يوم مالك استبدل كينا مدا مدراشنا ولا يجوز مبنانا تعجيل المد مد كان لددتي قبل رمضان تان رمضان بس وقلين وصيب بحيه في ديدي مبنانا ويجوز وابنايا بعد فجر كل يوم مال إنك استواجي سمركو بريه كدي قال كان حك قال يا ضدك أن سومني غيبي ليهم غيباسي حكمي إذا ضد قل وكواتمي وكي حنو السنة حنو الرجيري اللي جبوك سو هي مسافرك وإن كان مريضا على سفر فعدة من أيام أخرى قاركوت وإنه كان الدونا إلا بدو القود اللي فيديو يا قضاء قار كودنا فيديو قرب الغلي مركا كو فيديو قرب الغلي يا هي والشيخ شيخ على هذا قف كما ردوا افرتن جير بضاف هو الشيخ هو اديوي ردوا افرتن بضاف والعجوزنا ومركو عاد قبو الذي بلغ اقصى الكبر هرمنا ولا عجوزنا ولا هذا قفاد الجبوبي وحلم إذا قف كا الجبوبي جبوا وجانوا سومي كرين قف كوا يحنونا للرجالين اللي جبوك سدو وسألوا قرنا يا حنون كان هنا اللي جبوك سن إلى هو كبوك سين كرايا لكن هو خبرة ده وصلوا برتاي والمركز حنون كنوا يسبدلي كرا حنون وقت إذا قار كله يقاني هنا اللي جبوك سن أي وقت الدمبان رقدي حنون سي سهل اللي جبوك سدو ويمكن هل كان باب كان مركز المرأيو فقهاد واحد تصالكو بحيان مرض الصل والتين بيده أما قاحدة بري قاوحو هان تري حنونا للرجيني اللي قبك سودا أنا بس هو قاري يدو قفك قاحدة قبا أما التين بيده وسنر لونتو وسقريو داد كونا اسكا إلاليان ولا كارنتيم ايو وداد كونا ترى اسكا دنتان إمي كوا سهلة ودو هذا دو قاطو إلى أين الشفاء وقليه سي سهلا بالوجه بكسا صوما مركا وقت قال لتشوقون بالإيه يا حنون كان عادهان صلاة برتيم يا لجه بكسا مثل لجه بكسا ده كخبرة يا قانط ولا بان اللي ويديني مركا دو حنون كان يا حنون الرجينة لجه بكسا ده وحلا من نقرة يا قف كي وين الجبوبي إن عجز كل من معاني الصوم هب الجبوبي دو صوم كريه الصوم كوار وحدي وجلسنا عين دائما أنا هيدا الصوم كقدر حماية مرض مير قبونه أساس قيد حنون كايا حنون على جبوك سنة بنغو سمعان كوك لاي مكلا على جبوك سنة صنا صلاة برتدي ده كبوك سنة دوا تشران وحنادي عكرتين دوادي سئم كبو حلال هذا والله هيا لكن وحلالوش بدم بحيل شركة ده دوين كان معانك ورده هنوكو سو صارين انك الداية بريد واحد لقى يقف كان قلي يرجعنا على جس مايو نين اختار متخصص رين تاكو سعودي يوم قالوا مكان كو كلاني وحيش جايين دراسات بدنو للسمية هذا يقول ده وده هاي وقت يردو إن دودي سل باهي ولا قلينا النقطة أمد دوا كلام عن نقطة مركوا حنوت شيداون حنون كل اللي الذي لا يرجع برقه ويسبد بدلك رأي الصعاب على حسب الحال وقت اللي تشوقيه هي كحرمتي مرة هذه مركز صوم كي اود وير مبكرا با
أما دبات الصوم كي كسو قاريسا انتي لو برتي دهاراتك هدا يسكلفان واي صومانا ده فيدي بحيل اوران مايو ان هدي حتى مركو هوري اسلايين صوم كما كرتان حق الدنباء الصوم كي كران يقو فيدي دي بحيي صوم الاوران مايو ويسر راجحة واجب كود كوباد ما هالصوم وامحي وفيدي وي مركو يقول مدبي بي بحنيان واي حداري مركا هاي المدكنة والغوية لانية الدينة هم بالغوية لانية واي دي السبب تحقي سيكاتو دي وافري تانك وافري وعلى الذين يطيقون وفدية طعام مسكين ساسو كفاسر ابن عباس ايضا ما لدد كرا رمضان سوق قالين قفك في دي ما اسكب حين كرا مايا وهي عبادة سببتها لغا ما هرمارين كرا سببتها دون وفريتانك ويجوس بعد فجر كل يوم مالي مالي كيسا لغا بحين يا بول مالي مالي مركو واقع دو بريوم على بحين يا قيد ما أتاس مالي كهبين كيسا نوالا بحين كرا مالي كاو أفريا هبين كيسا نوالا بحين كرا والحامل ورقبض أورك الأيدي والمرضع تين وجسد أيدين خافتا هذا بقان على أنفسهم النفود أي بقان ضررا لبا وقبقان لبك سوي الحق وما جار يبي الصوم الصوم كسبتي وكضرر المريض لبك سوي لبك قف كحنوسنا يا صوم سو جارا افترطا وسكافريا ووجب عليهم وحكوا واجبي القضاء وقلوا بكوا واجبي مرض النفط ودون بقان وإن خافتا أدي أبقان على أولادهما أبد كود أي إسقاط الولد الموين صدعه أما لعنتيس أي كبقين في الحامل مركة لمرية طور كلا وقلة اللبن بي كبقين عانوه إن يرادان في المرضعي تنوجسا مركة لقاضي افترطا مركة نوي أفريان ووجب وحواجبي عليهم وحكواتي القضاء الصوم كان قليان للإفطار أفريتان كأفرين درادي والكفارة تبان كوة تبايسا فيديو أي ضره والكفارة كفارة كوة تبايسا أي خرجة وإن لبحية عن كل يوم مال كستن لغا صارة ولغا بحية مد المد وهو مد كورة كما سبق سي صور مرتي رطل ويوار رضل وثلث بالعراقي بالبغدادية بالعراقي واسكمدوه لأن بغداد من العراق ويعبر عنه حكى لغا عبر أبي البغدادي والمريض كي حنوسني والمسافر كي سفري سفرا سفر سفر كاسيو طويلا دير ومباحنا إن تضررا هذي دي بوكسو سوغاري بي صومي صوم كسببتي يفطران ويأفريان ويقضياني وانا يقليني هل كو حكا قلي قبرد أور كلا هي قبرد المنوتينيس هذي نفتو دي المودة من نباري وبقاليني سومان بواجب كواه كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبل كبيس وقليان واي هدي نفتو دي بقو بقين ودي وحي كبقين إن الدنتان هدي صومان أما دي بقان لقادي كرنين سوق قارو سوقفك حنوسين يوكالي ويسك أفري كارا ويسك حديث كان اسم مالك الكعب وكسار دي مريض كارا والله الاشين ايا فمن كان منكم مريضا أو على سفر في عدة من الأيام الأخرى marka afuraan hadda waxa ku waajibay hadhow waxa ku waajibay in bulay qallawn marka naftooda u baqaan fiidiyo kuma waajibayso oo waxa loo qiyaas qaadanayaa bulay qofki xanuunsanaya xanuun in laga bogsado la rajeynayo waayay naftooda umay baqinba iyo waxay u baqeen awlaadooda oo tiir kale idilmo inuu ka soo dhaacay ka baqato iyada aba arinkaati jaabisay ama dhaqtar uu kalsooyay baa u sheegay tiilmaan u jiray sanayn aanu yaraadaaro ilmuhu dhinto ama dib u soo gaadhay ka baqata mar hadii awlaadda u baqaan nafto ay u baqeen har raacda ma yaani raacid hadii awlaadii nafto u wada baqaan tanuun u sheegay in bay la mid tahay markay awlaadda u baqaan markaan way iska furayaan wala yukallifu law nafsan illa wus'aha wa nafta illa badbaadiyo wa waajib وحانا كواتيو رقل لواي أفرينه ومي سومينه وحكا لو كواتيو سيدو لأي كفارو كفارة دي دي علا دي دي إنو مشيقين
علده دوا محي لأنه وفطر وترفق به اثنان وافريتان إلا بكود دانايستان وفك نبكو قاري لها وإلا ما حلوش كتيرا مكلا نوتين أيو إيهو يدي مركا واحد الله ميدا بيليين قفكو قف غرقوم أيا عدو سلا بدبادين أيو وواتي منو بدبادية وإنو أفرا أرنتاي كحكتو إنو أفرا واتي بيكون نقوان السلا قفكا غرقوم يسو بدبادية وحانا كواتي بيا مالين كاينو قال لي اسلام اركانا في دينا وبحيو وايو اساقي وحبت بادني يا كيلا بتبادني لبا ساكودا دانايستي كاساسا ودغان مثلا انا قبل دور كلا ايو نفطه وبقطيه اما الماء وبقطيه تنوتشينيسا ساسو كلا هرتا هدي اي نفطه اما الماء وبقان ان افوري كران دي حديثك اي كعاده والصوم عن الحامل والمرضع يقول النبي عليه الصلاة والسلام وضع الصوم عن الحامل والمرضع صوم كوالا قد يا قبل دور كلية وجنس انت هذا المحل ويا لاني اد بلس وخلاف ماذا كشافعي واكل علمت لنا واتشران اما نفطه وبقارة ما يلماها وبقارة فيديو بواجب كوي قلاله وقم الله والسيد بن عباس كان صحي وكذلك عبد الله بن عمر يبعد التابعين ولماذا كليسا يروح حكم إسحاق بن راهوية صاحب إمام أحمد وحكم أبو حاتم الرازي من عبد البر لفتي كتاب قال استذكار موطأ وكشرح قول ملك الشاذ قلت البابي كرمه وقول سلف يخلف باقي لعدين عصر قال لفتي سرع علماء بدل باصاكو تكتب ولماذا عصر قال كم إن في ديو لقول إيه المهم مسألة فقهية والراجح يمرجوح الرنكيد وياهي مسلم ركا تطرف أقبل كرتا معها كفارضنا وين تاو الشيء والمريض مريضكو مريضكو واكي واكي لباها الذي يرجى بره وي واكي الرجينين وبكسودي حنون كهيا حنون لو برتين لقى بكسود يو المسافر كي سعدال كها سفرا طويلا مباحا سفر كوين شروط دالك يلا سفر طويلة وين وياهي سفر طويل كواكب ومرحلتين يوحي كبضان لو مال السعودي يوحي كبضان سفر كواين وياهي مباح ومعسياء وقيد وإنان وصفر كاو عرين انت ضرر بالصوم الصوم كي هذه اي نباتك سوء قارسو اي يفطران ويقضيان ويسكافرين رخصي قادان ايان وانا يقلين ايان هذا بقى مسألة آد مهمة لك هذه مسألة سوحوية أفكا حنو صنايا إنو هبيني مدى الصوم كإسكالني ييستو إلي بريو بوكسان كرايا مي واجب كتري سمرا دو هبين كحنو صنايا إنو نييستو واجب كماها مسألة التفاسير شايد وعلاك هذا هو حيري ولي المريض إيو يجو صوحو بنان للمريض قفك حنو سري إن كان هدو يا مرض وحنون كيسو مطبقا هدو يا مد دائما هريها بين هيا وحاوبا نان ترك النية النية دينو كتغ من الليل هبين نمديبا دا عدر دار دائما هريها بين بتاقا ايا هيا مركاينو هبين كي سوم نية استواجب كماها مردو حنون كي سوياي حنون هريها بين بحيا دائما واي سقوان هبين كي نية سن حال كي سنو صداعها أيو حنون كي مال انت كباي يسوم متشير إلمون ييساني لكن يمساك مكوة تبايا حيو يسوم كبورين انت مال انت كاردين وسكدائي مايا لكن يسنو له ذلك والله سنة هي حلامي دقف كي مسافر كادو مال النمدي سقون صومانين ومقيم لغضو يمساك مكوة تبايا لكوا في عرض حامل كي مرضعي كواس والله سبيقى دو قان قارو والله ميت مجنون كادو ميرسدو كافر كاصلي قادو مالين دحديت و اسلام تي حايد كايت النفاس كلا يدي مالين دحديت الرماس هاي كغوان كواسو دن امساق واجب كما امساق يو واجب كوي سكون صومانين ادنا وخي صوم كبرين اسكيلالي و واجب كوي هاي ما نفطر في نهار رمضان من غير عذر مالين رمضان ايو اسكا افوري عذر دار لها امساق با واجب كوا وحلم إذا المرتد إذا أصلى
kii ridoobeed uu soo islaamo inta maalinta ka hadhay waa inuu imsaag sameeyo, kii habeennimadii niyada ilaabayba imsaagu isna waajib uu ku yahay. Mid waa beristay isagoo yowmu shakigii, isagoo afuran, dabeetana maalintaasi ramadaan ay ka mid tahay caddaatay, ilima niyeysane soomuma jiree, laakiin imsaag baa waajib ku ah, raddu maalinku maalin ramadaan yahay. وإن لم يكن أدان وإن حنون كايا مطبقا حنون دائما متقطع ياهي مدمرنا وكلنا يمرنا قبنايا كما لو كان سيدا هدو يا أي حم من لحمضين وقتا وقت دور وقت وقت كلنا مايا وكان وها وقت الشروعي وقت يجود الجلك في الصوم وقت يصوم كل جود الجلا يا وها محموما مد حمضين فلو حب أن ترك نيتي soomka niyaysigiisi inuu iska daayo ayaa u banaan. Ila waqtigii soomku bilaabmayay ee niyada lala iman lahaa oo aakhiru leylkiya ayuu cudurdaarkiisi taagay. Markii waagu soo dhawaaday uu suxuuro lahaa unbaa xumadi qabatay, xumadaad u daran ama qabsi baa ku dhigay. Inuu niyaysto soomka waajib kuma aha, waayo wa ilaa haddii kala miyaa qofkan xanuunkiisu uu googo'a markii soomka la bilaabayana xanuun ma hayo, waa iska ladayi. Facalayhi niyatu niya waajib ku ah leyla ilfii leyla habeennimadii, ila markaa cudurdaarki ma taagna moogta, xanuunkiisuna mid joogtaa maa wax dhici karta maalintii dee inuu kaba maqnaadaba. Fain caadat lxumaa, haddaba habeennimadii uu niyaystay soom iyadoo xumadii ka maqantay, xumadii baa soo noqotay واحتاج ابو بعض الفطر وافره افطر وسكا افريا هدان كو صوم نقولنا صوم كو هلكا انو كسي ودا واجب كو اه. وسكت هو مسبور المصنف وبشجاعه عن صوم التطوع صوم كسنه ابو كامس وهو صوم كسنه مذكور ومن لو شاغي في المطولات كتبت لداديري مسايش بدل شيكت تطوع وفعل طاعه وإن للسمية طاعو الصلاح هو السيدة اللقاهان شرعنا أما استلاحنا شرع لفته صارونا تطوع وفعل عبادة غير واجبة وعبادة واجبة إن للسمية تنفل ولا رضا تطوعنا ولا رضا. نبي عليه الصلاة والسلام ننك مركو الشيقين شان صلاة وده بينك ما لنت اللي قول لي محولي ننك هل علي غيرها شان طوحان المياه اللي قول لي قال لا إلا أن تطوعها ما انا تكسرنا يستمو يعني واي. ومن وحا كميدا صوم كالسنة صوم يوم عرفة با كميدا صوم كمالين كعرفة الرسول كوري عليه الصلاة والسلام سند كيكو هرأي كدمو بدن بيجي سالقو نافة سمسلم وريع عن بقتال وعاشورا با كميدا صوم كمالين كعاشورا ومالين كطبنا ذي محرم والرسول كوري صوم عاشورا احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله وتاسوعا با كميدا ان مالك السجالات محرم والنبي أني يستئن الصوم لكن جيري أي كصهر مرتك لأن عشت من قابل لا صمنا تاسعة وأيام البيض والصوم أيام البيض باكمدا والصوم أيام الليالي البيض وبيضك سنة وصف أمها مالما لما لنا ده موسك عده وعده يوحي وصفه يهي هبين ندى ولهذا هبين بالك القدرية وصوم أيام الليالي البيض هبي نده ديح بوحة ما المهود الصوم كلا صوم وصدوح التوانكا أفريا التوانكا يشان التوانكوي النبي عليه الصلاة والسلام الصوم الجري وستة أيام يليح ما المهود الصوم كودو من شوال كميدة سيحديث قصار ورطي أبي أيوب في صحيح مسلم. مركا هلكن مصنف كو حياب الله ياب الله بكو شاقع الله ورنكر هو بدع يا خرافات مصنف كو حنو قد شهده صاحب الحاشية البيجوري خرافات كو حنو كو شاقع وحكم ايضا استحبوا صوم ايام الاربعاء بكليه قال انت اربعاء دين الله صوماء الصناع حاود دليل من نبي قا صوم اتشيري مايا من نبي قا دي رقلي مايا الهي بالله قم هادنا قيابوني نانو اربعاء دين ومدن هلاقي صوم دي ورا اربعاء وهلاقي صوم آنو نبي قو صومين مالين آنو نبي قو سيقار وصومين
soomkiisa aanu dhiirigelin ajarna aanu u sheegin in waa sunno la yska yidhaahdo waa khalad, bal waa bidca wey. Dad tiraa arbacada in la soomo waa sunne, waxaad soo gelaysa man camila camal laysa calayhi amruna fahuwa raddun. Arbacadu maalmaha kaluun bay lamid tahay. Soom yowm almicraaj buu isna shiaawin ku sheegaya. Leylat alisra walmicraaj maalinteeda in la soomo ayaa iyaduna sunnaa buu leeyahay, iyaduna daliil ma leh. Layskuma waafaqsanaba micraajku goortu dhacayba, maxaa la soomi doonaa, waa goormaaba laysku haystaabe. Waxaa kaloo uu sheegayaa yusannu sawmi ayaami layaali suud buu ku leeyahay, habeenada gudcurka ah. Habeenada gudcurka way badan yihiin, habeenadaan inta badan dayaxba la arag. Iyagana in la soomo waa sunna kulaha, waa 28-ka, 29-ka iyo 30-ka. Iyaduna wax daliilaa ma leh. Faslu fi axkaam alictikaaf, fasalka wuxuu kaga hadlayaa axkaamta ictikaafka. Marka inuu kitaab yidhaahdabaa fiicnayd, kitaabu lictikaaf. Ila wuu madax banaanyahay. Zakariya Alansari manhajka wuxuu ku yidhi kitaabu lictikaaf waa madax banaanyahay, laakiin isagu wuxuu ka eegay dhinaca inuu yahay kaana uu taabic lisoom, oo qofku isaga oo sooman inuu ictikaafo ayaa sunnaha xaggaasuu ka eegay. اعتكافكو في الأصل ومستحب مؤكد أما السنة المؤكدة والسنة الأدكية أصلها ويجب بالنذر قفكو عدو كل نذران واجب النقضة ويكون حراما إذا اعتكفت المرأة بغير إذن زوجها هذا يقبل مساعدك إذا اعتكاف طايتنا هذا toban ka dambe Ramadaan ama maalmo kaleba cibaadadaan u go'aya iyadoo ninkeedii fasax ka haysan ictikaafkeedu waa xaaraan. Alla ayaa u sheegay dumarkan Soomaalida aan raggooda kaba fasax qaadanba haddaba tii ictikaaftay eelele waa xaaraan ictikaafkeedu way ku dambaabaysa mar haddaan ninkeedii kasoo fasax qaadan. Makruuhna wuu noqdaa hadday gabadhu ka mid tahay dumarka jooga iyo quruxda leh iyo muuqaal indhaha ragga soo jiidanaya mubaxsan ma noqdo, waa waa cibaado, cibaadada mubax laguma sifayn karo. Qur-aanka waa lagu sheegay ictikaafka walaa tubaashiruuna wa antum caakifuuna fi lmasaajid wactakafa nabiyu calayhi salaatu wasalaam wactakafa bacdahu nisaa-uhu, rasuulku wuu ictikaafay dabadiina dumarkiisaba ictikaafay. Wawa ictikaafku luqatanay fii luqati alcarab aliqaamatu weeye waa nagaanshaha calasha iyo shayga lagu dul nagaado min khayrin shayga khayra aw shar ama shar'a wa luqada macnaha luqada uu kuleeyahay ka waasacsan macnaha uu sharci kuleeyahay asalkuna waa sida qaalibka almacna allugawiyu lishayi awsacu min almacna alsharci aw alistilaaxi, marar yar bay dhacdaa cagsigu macnaha sharciga uu ka macno ballaadhnaadaa macnaha lugawiga faa'iidada meel ku qoro oo iyadoo ictikaafko khayr looga jeedo wacaydna ilaa ibraahim wa ismaaciil an tayra baytiya liltaa'ifiina walcaakifiin wakaas lan nabraxa calayh caakifiin xataa yarjic ilayna muusa washara yacakufuuna calaa asnaami lahum sanamay dul fadhiyeen waa shar iqaamadaas wa sharcana iqaamatu waa nagaasho bimasjidin lagu nagaado bisifatin sifa loogu nagaado makhsuusatin gaara marka arkaanta ictikaafka oo dhan baa ku jira tacriifka. Afar rukun buu leeyahay. Rukunka koowaad waa allubth waa nagaashaha waa aliqaama waa kaa yidhi iqaama. Ka labaadna waa masaajidka almuctakafi waa meeshii lagu ictikaafay bimasjid waa kaa yidhi. Waxaa kaloo soo gelaya arkaanta ka mid ah almuctakifka ictikaafaya mar hadduu iqaamo sheegay laabudda min muqiim in meeshii ku nagi waa inuu jiro sooma iyo anniya afartaa rukun buu leeyahay niyada qof ictikaafaya meel ku ictikaafiyo masaajidka ah ictikaafka laftiisiyo nagaanshaha ah afartaa rukun buu leeyahay. Xukunkiisu ka hadlo wuxuu wal ictikaafu ictikaafku sunnatun weeye mustaxabatun waa sunna iyo mustaxaba markaa waa sidee fi kulli waqtin buu yahay sunna mustaxaba wahuwa ictikaafku fi lcashir alawaakhiri tobanka dambe min ramadaana ka mid ah afdalu waa ka fadli badan minhu isaga fii gayrihi maalmaha aan tobankaa ka mid ahayn liajli talabi leylat lqadr leylatu lqadriga ogaanshaheeda awgeed buu uga fadli badan yahay.
واي اعتكافك هو السنة المستحبة ولي مركا هالكا على رنكر السنة وحوكتها طريقة مستحبة نوع حكم كيو دوا مطلوب لا على وجه الإلزام ومدل الضلبي سيان لازمينين كتيرين سيكا نوع لورنكر آيو وحال لورنكر سنة وشي السنة ومستحبة سنة داسو مؤكدة سيان لورنكر وحكم كيسا أصلك اللي هو نقول واجب ونغن كرا حرام ونغن كرا مكروب ونغن كرا في كل وقت هبين مال رمضان وقتين رمضان هين حتى أوقات الكراهة وقتين سلاد الكراهة حتى انت حراها هذا الله يكتقفكم طبعا كرمضان الدنبو وقتين كلك قفل لبدي يقول النبي عليه الصلاة والسلام طبعا كسيقار اعتكاف كري لأجل طلب ليلة القدر ليلة القدر قرأت انت هذا وقيت سلوط على عضو ليلة القدر ومن قام ليلة القدر إيمان واحتساب غفر لما تقدم من ذنبه هبين كان عبادة القنة ولا يواص صنع مراتب إلى حياتي سنقول لي إن هبين كوردان عبادة القسوة واعل المراتب أوسط هانا ومعظم الليل هبين كبدن كسين عبادة القسوة أدنى هانا وقف كينو الصلاة عشاي كماعي كنت كدو لما تنوى الصيحة دي سوى القرآن صدي صلاة الصبح لأنه جماعة كنت كده خلاص إحياء قال كي وهو سيسيب وكقب صدي كاس والله ما أوران كارو هبين كان مون أوران كاس لما أوران كارو ما ردو عشاية قد جماعة كنت كده نية الصبح وكعان أو كصيحة دي واي حيو الله إياب كلال كانوا كشي يقى يوحكم إذا بيجوري قفك أقاده هبين كل ليلة القدر يقينو ياهي ضدك إنو كقر صدابة السنة كلها ويوا فضيلة أو فضيلو يكروا اللي يسكح حسيدا بركان سألو حسيدا وياب بيلا هذا تاس يعني نعمة قف كي سجى وجارك إضطرك كلا يكون عريدي كرام بالورن كرا حق رصد سان لوجا حسين صوما لكن اللي اللي تقدر يضطر كلا هدي كله وجادان لفوا ده عباد السر يا ردك بحكم يليا حكم يليا كوا حاسون لكم شيء كرا وحك الله إياب لو ألكن وكل شيء جيان هبين هذا الصنط كا ليلة القدر جاوفض لي بدن بولي مرك الله جرب هبين كنا بقول شيء وهبين كنا بقول شيء حق فضل لو كل شيء لا في القرآن ولا في السنة ولا في أقوال الصحابة وحيري وهي ليلة القدر عند الشافعي رضي الله عنه شافعي اكتسب حسرة ومدكو أرورصا في العشر الأخير التوبان كدن من رمضان كمذا وطبعاً كرمضان الدنبه بين أنا هين من نقون كرتو فكل ليلة هبين كستومين وطبعاً كمدي محتملة ومد أقبالي كرتو دعي كرتو سورة ودا الله ليلة القدر جاء أقبالي كرتو ليلة القدر جاء نقطو هبين هذا تردو كلاريمانتي هبين هذا تردو بوحدة هبين تردو شافعي علي حتى هبين هذا تردو أي بوحدة لبي لا تنكي أفر لا تنكي لحي لا تنكي استدي لا تنكي بقى ليلة القدر نقون كرتو لي لكن الليالي الوتر هاسي شيء بين التراد وكلديمان تايبا أرجعها كل أجر تشد بديا وأرجع الليالي الوتر بين ندى التراد وكلديمان تاي كل أجر تشد بديا ليلة القدر نقدانا ليلة الحادي أو الثالث والعشرين وبين كوبي لا تناد مستحيل لا تناد ضبي الله وطنك كسر تشد بدن وله أي للاعتكاف اعتكاف كوحة أصغر شرطان لبشر دي أصغر ركناني بوشيدا اد بي كتبت فقه اقو بضمت وليو من هاتك ايو ان شرط ليرا يدو ركن لو تشيدو شرط مركا يدو ركن لو تشيدو مركا شرط للي ما لابد منه با لو تشيدو وحرق ومارمانا شرط ما دام لقا ومارمان وياي ركن كونو لقا ومارمان ياي ركن كيما قع شرط والي سيقي يريكرا احدهما متكود النية توي وانو حق قلبي يكني يستي لو عبادي وينوي وانيون يا في الاعتكاف اعتكاف كي المنذور اللي قلنا دري الفرضية فرلمو نيونية اعتكاف كي اللي قلنا دري واعتكاف كفرل كان نقضى صومها وينو اعتكاف نيوذو كو لابا اعتكاف فرل انو يهين وينو نيوذ والثاني ركن كاللبات اللبث هو النقان شاه في المسجد اللي قلنا قادو اللبث هو لبان نوع اللبث حقيقي سادكو نحفر يابا يا لبث حكم يهو
كفديه بو لحكمي والتردد في جهات المسجد مساد كو دحس صدا كبخي ماي مساد كو دحس صدا ده قفكاسي وا لابث لما ودان كره وا نغي لما ودان كره وا كسودا لكن كنغي بو لحكمي مردو مساجد كون كجرو واي مساجد كون واي المسجد نما خالص وياي ميل كستول لو توكد لو ما جيد انو مسجد تمعن غشر دماها لكن هو في عن تهيسان بحيتان كي سوانو وبدن ولا يكفي كما في الامركا انتين لك مركو مساجد ككون نقادو اي اعتكاف اي نقوان كرتا ولا يكفي كما في الله في اللبث نقاشان قدروا طمانينة حسلتان كي سلاة اللي حسلة إلا قدرة كما في الله بل وينو انتع رافيه قدروا طمانينة لبثه في المسجد وينو كبطه بل زيادة عليه بل المطلوب هو زيادة عليه قدر طمانينة وإن لقى زيادة بحيث ما يسمى لقوم عابية ذلك اللبث نقاشا عكوفا لقوم عابية قفكو إنو بسادك كن نقاده قدر عادة هان لوران كارو قف كاسي ونقادي وعكف لوران كارو ما اعتكف وشرط المعتكف قفك اعتكافا شرط يقيسو إسلام وي إسلام نمو قال كان صحيح ماي وعقل وي التمييز قفو حكال قري وينوي ونقان وهي وإن لقى نظيف ياي عن حيد إيه والنفاس إيه وجنابته صدح ذا قف كميت كميت الله اعتكاف كمان صحية وايو المساجد كان يكون نقان كريمه فلا يصح عن صحي ما اعتكاف كافر قال اعتكافك ومجنون المدوال اعتكافك حيد قبر حيد لاعتكافك والنفصاء من نفاس لاعتكافك والجنوب من جنابة قبر اعتكافك ولو ارتد عدو الدين تكبح او المعتكف كاعتكاف صنابه سوى اعتكافك كتشرا دين تكبح الى ايبان كم قال لنا الدين كبح او سكر ابو سرخابه مساجد كاعتكاف صنابه وكل حي سرخابه بني ادم وحا وحكا دربه كسورتو بني ادم كوحبا الله يابي بطل وبرا وبريا اعتكافه وهدي سرخامي تانكا وبراري لكن هدي لغو خصبه لغو قلامي اما وسلاو حنوا بيو وكوصاو خلدمي اعتكاف كبري ماي قفكي وحلمي نقونا يا واشي اما مير دور صومي كي اعتكاف صنع دول مساعدك كل حواشو اعتكاف كبري ماي اما وكل مير دور صومي او كوما وكوغلو ولا يخرج بحي ماي المعتكف قفكي اعتكاف صنع من الاعتكاف اعتكاف كبحي مايو المنذوري اللي قلنا دري إلا لحاجة الإنسان باهيدا إنسان كوحان إنو قبحي مايو ومن بول كادئة وغائطنا صحارو إيو ما في معناهما وحي الله بضع دي الله معناه كغسل جنابة ساد جنابين وكما يدين وبعض أو عذر أما عذر الدار أوقيمة لحاجة الإنسان بيكو عطفنتر عذر دار أو جيمويان أو بحماية من حيد عذر دارك وحيدة أو نفاسنا فتخرج واي بحث سأل مرأة تقبلني من المسجد مساجدك واي كبحث سأل قبلني اعتكاف صنيد لأجله ما لبدأ السبب توضع وقبحث مساجد أو عذر أما عذر دارك لا أو من مرض حنونة حنون كاس والله يمكن أن يسور توبين المقام النجان شو مساجدك اللي قلنا قاعد معه يدقف كحنون كاس وهايو في المسجد لا يمكن أن يسور توبين المقام النجان شو مع وحنون كان معيسى لنا قادوا في المسجد اللي قلنا قادوا هو بيان كان وينو يقف كا اعتكاف صلاة مساجد كل حنون صدي إنه يهوى يحتاج ميدو باهن لفرش جوجل خادم قف واديك وطبيب أخطر مساجد كمل حجوي كركاس حنون كيس عدو حيابا وباهن أيه وبيحكرا أو يخاف أما وكبقية تلويث المسجد مساجد كين وصخيه كيسال إنسان وشوب ما يأكله ويدراري بولين أما كادي ذا يكشف ما يصح. مركا اعتكاف كسيدي سبا سينو شاقني اعتكاف كمشروع عاهي وحوقه بسماميد واتشبه يمت صنع. اعتكاف كواتشب كواكا قفك وكون ندري. هذا الله صحى صورة من السلاس. حكام فربضان بان هذا الكاكو قصة أرورينية. اعتكاف كوحوقه بسماميشروع عاهي واتشب يمستح. كواتشب كواكا قفك وكون ندري. كاقفك وكن ندرين الله بو قيب سما إنو يهي اعتكافك وكن ندري قفك
اعتكاف مدك قيدا مددا سوى متتابعة وامد ينان مدبك قيدنا ين مطلق ويسكيهي أما مدوه كقيدي لكن مدده أنا متتابعين اعتكافك وكنا دري هدو مدلي ياهي مددنا متتابعين يتاي وكنا دري وحكنا دري وحوري لله علي نذر أن اعتكف شهرا متتابعا لبدي بوالا قايل مدوك قيدي وشهر متتابعا ومتتابعين والا قايل اعتكافك النوع عاسوي كأن وقفك عذر دار هذا لكن وكل شيء مو ياني وحكى الآن وبحكر هذا وحكى له وبحه يعني هو كتشبه يعني اعتكاف إنه صواب بلا وابين قرص المدة دي حير السنة بكا كلاقوا عيسى كاس ويا مركا كوكان مركا واحد إنه يراه ولا يخرج المعتكف من الاعتكاف المنذوري المقيد بالمدة المتتابعة وماذا قيد بكتي اعتكافك وكل ندري آله مدو حرير سن هذا هو الذي لا يجوز للمعتكف الخروج من المسجد فيه ودردرد أوجده بوجب حكرا لكن اعتكافك كوبان ندري عضو مطلقها لله علي نذر في أنا اعتكف مدبه مشيقن كاسي سقو بحكرا حتى ودردر لام بحكرا لكن اعتكافكم با انتو تشوقون معتكفة انتو مقين معتكف معها هذو عيور دار لانو بحي مركو الصور نقضون بوده هذو اعتكاف كلاد دوني ينهي سنكرا واضح ما؟ طيب اعتكاف كي السنة هبا يمسو ما الساقة انت وچوغو أن يوقفكو معتكف يح مركو بحاها هذو عيور دار أوقي وبحي ينو الصور نقضون ودوني ينا هذو اعتكاف كي نية عصو ما بحنا تجديد نية ما بحنا هدي ويسكب حي إنه صار لقضاء اعتكاف قالك وكسي ودنا إنه دون هين هدو هذا وطول صار لقضاء اعتكاف والربا نية عسبه بعين هذه خلاصة ما في المنهاج طيب حاجوا إنكم مركبوا بحكرار وكاين وش يا جاي وخرج وحكوب حي بقول المصنف هذا كمصنف كوي لا يمكنه لا يمكنه المقام معه في المسجد هدي صار اعتكاف صار وكل عام حنون آن مساجد كلا تشوغي كرين مركو السيدة يري وحتى خلاف صن المرض الخفيف حنون كفضط كحمى خفيفة سيدة حمد اسك سهلا فلا يجوز مبنانا الخروج بحتان من المسجد لقبحه بسبب الله بحا وف كبارة وبنانين اعتكف كبارة وبنانين كي يكون ندري اعتكاف مدلة مددنا ايتهاي تطابع صح لكن هدو كنا دريو مدبا عنو العين ومطلقوا اما مدلا مددا عنو متطابع عين يعني هو اسكا بيحي كراكاس بيحتان كدن بابي مايو كي صناع عن هذا الكيس بدا ويبطل هو برا برا الاعتكاف اعتكافك بالوطء بكب برا قلمضة اعتكاف فوردا كي اللي قلنا دريو كي كلا كي صناع ايا كي فرلكا وإلا يحر ولا تباشرون وانتم عاكفون في المساجد قال ماذا مساجد كان يحسى قصه ما ملك لا قصه والوطء في المسجد غير جائز اصلا هو بنانا بقى معتكف غير معتكف تنو بنانا مختارا وطئ وسميه حاله وياي مد ارن كان لو خصبن اسو دورتي ذاكرا حاله ويمد خصوصا للاعتكاف عالما حاله يمد قرنه بالتحريم اعتكافك و هو وطئك كغبريا مركا وقرريو إن وطقو حارنكي مركا وحسوسي اعتكافك مركا ألغو خصبين هذي ألغو خصبو اعتكافك كبوري مايو هذي سوغو يسي لو سرار انكاو سمايو اعتكافك كبوري مايو سانو صومكو وقبورين هذي وحاراني مدي سجايل كياي جاهلين او كسور توبو انو ارنتا جايل كنغضا اعتكافك كبوري مايو واما مواشرة المعتكفي هي اعتكاف صلاة تاتابشد السمياء بشهوة مع شهوة يدو تاتابشد أسوى الشهوة إلا صعطه فتبطل هو يبوري ليسا اعتكافه هو يبوري ليسا إن أنزل هديو إنزال السمياء بمعنى دي بيها يمادان وإلا تاتابشد السمياء هديو آني بيه كيما فلا تاتابشد السمياء يبوري ليسا
اعتكافك كبرين ميسو. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، صلى الله تسليما كثيرا.